ساوثهامبتون برينتون الدور الانجليزي الممتاز للبريمير ليغ الجوله 36 وش عندنا كيفاش كانت المباراه وين تاعت هدف لهدف وين نقولوا باللي شنا كيفاش برينتون اللي موي اللي كان مسجل اللي سجل هدف في الدقيقه السابعه شنا كيفاش داني وين عدل النتيجه في الدقيقه 66 يعني كانت المباراه مباراه وين كانت شيقه ومباراه اللي نقولوا باللي كانت في القمه وين ساوثهامبتون وين التشكيله شنا كيفاش بير شنا بير شنا يان شنا يانيك شنا جياك شنا كيفاش ويلي شنا اور يعني نقولوا باللي الحارس تاع برينتون هو اللي كان متسبب في التعادل وين انقذ المرمى تاعو من عده اهداف شنا كيفاش ماتيو الحارس ماتيو شنا ادم لويس شنا كيفاش باسكال شنا مارتين شنا نيال مويا المسجل الهدف شنا كيفاش نقولوا باللي التشكيله وين رافيل اللي دخل بالخطه 4 4 2 شنا كيفاش جورهام اللي دخل بالخطه 3 5 2 يعني المباراه كانت نقولوا باللي كانت تعادل خاطر على كانت متساويه المباراه اللي كانت متساويه شاهدنا كيفاش كانوا الاهداف شاهدنا كيفاش كانت الاداء تاع ساوثهامبتون مع برينتون زوج فرق حسب المستوى تاعهم وين كيما نقولوا حنا تفركتوا على التعادل وين شنا كيفاش نيالي اللي سجل هدف في الدقيقه 17 شنا هدف تعادل داني اللي سجل في الدقيقه 66 يعني رغم ان محاوله تاع ساوثهامبتون او برينتون من اجل مخادعه المنافس كل فريق كل مدرب وين لعب بالخطه تاعو كل فريق كل مدرب وين دار التشكيله تاعو كل مدرب وين دار التغييرات تاعو شاهدنا كيفاش كانت المباراه مباراه اللي كانت شيقه مباراه اللي كانت في القمه مباراه اللي نقولوا باللي خاصه هذه الجولات الاخيره وين شاهدنا كيفاش المباريات تاع الدور الانجليزي وين كان في المستوى وكان شاهدنا كيفاش ساوثهامبتون وين المحاولات تاعو من اجل الفوز لكن برينتون عرف كيفاش يتعادل يخطف نقطة شاهدنا كيفاش برينتون هدف ساوثهامبتون هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز للبريمير ليغ شاهدنا كيفاش كان شنا كيفاش كانت المباراة في ساوثهامبتون مع برينتون وين كانت مباراة قوية وشنا هدف أول في الشوط الأول وين مويا اللي سجل هدف في الدقيقة 17 شاهدنا كيفاش انتهى الشوط الأول هدف لصفر لكن الشوط الثاني كان مغاير كان شنا كيفاش ساوثهامبتون وين كانت ردة الفعل تاعهم قوية شاهدنا كيفاش كانت نكون نتكلموا الإحصائيات نتكلموا كانت إحصائيات في صالح ساوثهامبتون وين شنا كيفاش 61% ساوثهامبتون برينتون شنا كيفاش 39% يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراة كانت قوية وين نقولوا بلي برينتون من الوهلة الأولى وين سجل هدف تراجع للوراء وين ترك المجال ساوثهامبتون في هذه المباراة يعني كانت المبادرة كان الهجوم صناعة اللعب صناعة الفرص كل شيء كان من جانب ساوثهامبتون لكن الدفاع تاع برينتون وين قاوم حتى شنا كيفاش انتهت المباراة وين المباراة كانت قوية نقولوا انتهى المباراة في هذه الجولة 36 الدور الإنجليزي الممتاز لو بريمير ليغ.